عليكم اهلا البنات الغزالات الفنات كديرين اموركم مزيانه وليداتكم فيديو جديد معكم وان شاء الله فيديو اليوم البنات اختكم من البارح وهي تقولوا ما نعسش بكري تاج مع الدار وتجفت ومسح الدجاج وراكم عارفين الغبره ايوا اختكم بقى لي غير الصالون غنفرشو نفرش غير لهيه وهذا ان شاء الله البنات زكريا باقي جاي في الطريق يجيبوا على خير يا ربي وصلوا على خير يا ربي ما يحكروا معاه في حتى حاجه شنو نقول لكم الغزالات خايفه على الفران بزاف البنات كيسولوني خايفه على الفران والله ما عرفت واش غيدوزوا لي ولا ما يدوزوا لي الله يغمض لهم العينين حيت بزاف الناس اللي لاحوا اليوم حتى دخلوا للطاليان ولاحوا اليوم المهم الغزالات غندوز نجمع هنا ونقاد الصالون يرد لينا البهجه في الدار وعاد غنخرج البنات الله اختكم غندوز نوجد المدرسه باقي غدا جاب الله خدت 3 ايام جات مع الانتخابات سادين عندنا حتى الاربعاء عاد عندنا مدرسه ان شاء الله ومزيان يعني جمعت على خاطري وملي كتكون الدار مجموعه ماشي بحال توجدي بناتك المدرسه والدار مرونه عندها جمعت ونقاد بناتي على خاطري هنا هذا راني ان شاء الله غنلوحو هاد الديفان وهذا غنلوحو البنات نزل الحيطه غير هذوك المسيندات المهم نشوف تنبدل بيهم عندي زربيتهم حمرين ما نختي تسني بلاتي وهادو غنلوحو البنات هاد الديفان وهذا غنلوح يا ربي يجي العبار هو هذاك حيت جعبر ليا خويا هو اللي جعبر ليا ملي كنت ليه زكريا ما بغاش ملي كان غادي انا قلت لكم مع الزربه ومع كان عنده مسكين الثقل وكان خايف وراكم عارفين يعني وصافي والبعد رحنا جينا للجنوب وحتى الجنوب عرفتوا شنو راه بعيد الحال صافي ما عبر ما والو جاب الله كاين خويا خليت ليه ساروت هو اللي جا عبر لينا عطانا العبار ديال هاد الصالون حيت كيف قلت لكم درت ال عطانا العبار والعبار ديال هاد السرجم هذا البنات هذا عطاني العبار ديالو والعبار ديال هذاك السرجم اللي هي لان درت نفس الخاميه ديال هذا بحال هذا السرجم هذا بحال السرجم الاخر المهم الغزالات خليك ليلي يا فالي ونطير معك هلالي ما تخلي الوقت يسالي خليك ليلي يا سالي وانطير معك هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا ولو بلعت انا شتاني في الرسالة كيف تقلب لحنا شوف حالي انا
لي يا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي يا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا كلشي بقى نقي والله الا كلشي بقى نقي نتوما درتي هنايا كلشي بقى نقي يا اختي عرفتوا هاد الشميعات ريحتهم عاطيه نتوما كملت اش بغيت نقول لكم صافي خليت هنايا خاوي حتى يجي المهم حتى يجي زكريا وهذاك الساعه نحيد ديك الخميه حتى هي راه باغا نحيدها داك الخيط ديالها حتى هو نحيدو هنايا خليت خاوي حتى المهم حتى من بعد وهذا غنقاد ان شاء الله الله على راحه البنات مسحت غبرتي مسحت روينتي جمعت داري كامله بقاو لي غير شي حوايج خاصني نخرج نشري التيد ونطاكي لافاطريش المهم هنا الحمام ديالي جمعتو درت ليه واحد السياقه فاعله تركته هو مسحت الغبره مسحت كلشي مسحت الدجاج هذا غان شاء الله جايبه لي واحد العيبه المهم نخلي لكم مفاجاه كلشي ان شاء الله غنحيد هذا العود هذا غنحيدو لانه ما جاش غندير شي حاجه البنات جتها من المغرب كلشي غنتقاسمو معكم ان شاء الله باذن الله جمعت بيت بناتي المهم بيتي حتى هو هضرت عليه بنيتي هي رانا يا سمتي كاينه مديوش على ديك المكانه البنات راه ما خداماش صافي وانتم جمعت بيتي اختي سستوم تحت الدجاج يشعل كلشي الدجاج اختي شحال ديال الدجاج سخفني المهم صافي جمعت هنايا الحمام هذا حتى هو تجمع ما نفرش ليه الزرايبيه او هادشي اللي كاين الغزالات وغنخرج دابا نمشي نشري كتبه بنات وهانتم معايا البنات رجعت معاكم شنو نقول لكم خرجنا شدتنا الشتا صابرين لاصقاني والو بغض فاتر والو لانهم باش تخرج حتى تخرج غدا حيت بقى ليها قال ليها نهار غدا ايوا لصقاتني وخا الشتا كتصب خرجنا ونسيت المظل المهم وانتم معنا ماما رجعت صافي دير لي حليبه المهم الغزالات رجعت معاكم اش نقول لكم البنات تقديت شي حاجه وشي حاجه ما تقديتهاش الجنات ما خديتش لها شكر ما لقيتش ليها اللي باغا انايا كاينين غير الكبار هي راه باقا هاد العام رود يعني خاصها غير شكر صغير غير دي فيها غير الماكله صافي خديت لها شكر ماما نشاركها معاكم ونقول لكم حتى الاثمنه ولكن هذا الشيء غالي هذا غالي الجنات حتى اش دارت ليا قالت كيف تاخذي صابرين تاخذي ليا كيف تاخذي صابرين خذي ليا ولا نغوض الله اللي خلقني ساعة قرصت شي قريتات شنو نقول لكم البنات خديت غير اللي خاصني مشيت على داك الفلوس القياس اللي عندي خديت بعدا ديك واش الحكيمه راكم عارفين جايه من المغرب لان كيجي محسك الله يحفظك عرفتي يا بنات المهم خديت صابرين عجبتها هاد السكره هادي ها انتم البنات قالك باغا هي تموت على الكحل خديت ليها هادي البنات المهم راه صحيحه وزوينه المهم الثمن 25 يورو قلت لي دير لي واحد الكسطونطه بحال خديتها ب 23 يورو البنات
عرفتي داك الشيء غالي الشكل غالي ما كاينه كرام داير وما كاينه طرين داتشينغ ما كاينه فانتي فانتي تشينغ المهم من فانتي الشكل زوينين من فانتي تشينغ الفوق صافي هي عجبت هذه قالت لي ماما عجبتني هذه صافي صافي صحيت عليها هذه وشنو دابا انا مشيت عندنا هنايا المحلات كاين كورنات قريب المحل ديال شناوة قريب وكان واحد المحل ديال طاليان حتى هو كيبيع كلشي الادوات يعني اللي تحتاج تقاي ولكن البنات قلت نمشي عند شناوة نشوف الاثمنه حيت هما عاد كيجيبوا السلعه ديال طاليان وندوز لهاد النيغوتيا نشوف الاثمنه ولكن انا عارف العام اللي فات كنت خديت ليهم البنات داك الالوان خديت الجنات وخديت الصابرين وشوفوا يا البنات انا نقول لكم هاد ما خديت من كوناد خديت من كوناد التليفون كي قلت لكم البنات مشيت لكوناد العام اللي فات خديت هاد الجوط وهادي كنت خديتهم ب 9 اورو العام اللي فات 24 خديتهم ب 9 اورو ومني حتى خديتهم اليوم مشيت لكوناد يلا سيري مني مشيت لكوناد لقيتهم غير ب 6 اورو في كوناد ب 6 اورو البنات وشوفوا شحال ناقصه يعني وانا بقيت عاقله عليها قلت لها زكاي الملونات ولقيت جوج هما اللي بقاو طاروا بيهم كونات كيكونوا الادوات هادو ديال جوطو رخاصين البنات وفيهم حتى السيلوات فيهم داكشي اثمنه مناسبه احسن من شناوة شوفوا يعني شناوة وخديتهم من عندهم خديتهم ب 6 اورو هذا هو الثمن اللي خديت به حتى المحل الاخر اللي عند طاليان اغلى واغلى 24 غير مع 18 ما عرفتش شحال دايرين اليوم المهم الثمن طالع شو البنات خديت واحد الجنات واحد الصورو الصورو وخديت هاد التروس هذا خديته غير رخيص لصابرين حيت كنت خابس ديال ماشي ديال صابرين ديال صابرين هذا عندي شيه ديال صابرين خيدها ليها زوينه البنات صحيح نزات بيه العام غير بغيت باقي خلقي عندها مزيان ماما واخا يلا سيري واخا واحد اخر واخا ها هو اغديرها فيه راه باقي نشوفوا هاد الادوات ديال هاو شو البنات وصحيح يعني دوز ليها العام وباقي نقي ولكن قلنا نبدلو ليه هذا وهذا هو بالنسبه لي خداش تخد صابين تخد تشاد يلا صافي سيري المهم الملونه ديال جوطو راه كيدوزو ليهم العام وكيبقاو هذا الشيء غنخليوه للجنات ترسمينا فيه في الدار انا في الدار انا في الدار لا 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 يلا سيري اختي سيري صافي خديت منجاره المهم انا شفت المنجرات دايرين دوار ولا شي كوانطا بحال هادو اللي كيخليو بحال هكا حيت كيبغيو ماما كيديروا فيهم كيبغيو يديروا فيهم البنات ينجروا وكتبقى هذاك الشيء اللي ينجروا كيبقى هنايا عند شناوه دايره دوار ولا شي كوانطا هنا خديتها ب 10 يورو وشوفوا شحال ديال الفرق يعني خاصك انت تعرفي هنا خديت هاد السيلوات هادو هادو كات صابين كي المهم كتحتاجهم هاد 10 يورو الواحد ماما ما شريتيش ليا كيت كتكتب بهم وكيتمسح اختي صدعتينا وخليتيناش نصوروا طيب واحد هنا هاد الكولاستيك هي اللي طلبات ليهم الاستاذه صافي خديتها ليها وحشتكم يا الغزالات توحشتكم يا الحبيبه يا الغزاله شتي صافي صافي البنات وخديت لصابرين هذا ديال الانجليزيه هذا البنات كيف ما كتشوفوا هذا كتحتاجوا هذا ديال 3 اورو و 70 جاي 4 اورو جاي 800 الحساب 800 تقولوا مالي المغرب راه حنا عندنا هذا الشيء غالي صافي خديت لكم هنا البنات فاتر واخا غيشيطوا خديت ليها البنات هادو نعطي منهم حق الواحد خديت الكوم حسن لا خديتي لا خديتي غير بالواحد كيتقام عليك غالي خديتي بحق البنات فيهم راه شحال واحد جوج اربعة ستة ثمانية عشرة 12 اللي فيه 12 هادو هذيك ماما كوادريتي شوية ديالو انت غتاخدي واحد انا صافي البنات وخديت ليها هنايا عرفتوا هاد الدياري شحال غاليين هادو هادو كيحتاجوهم ضروري الا كانت بحكا المهم كيكتبوا فيهم شنو خاصهم يديروا بحكا الغاد الكومبيتي ضروري غتاخذوا وليداتكم هذا وحتى الا داروا شي زبله كتكتب عليهم هنايا دارت شي قبيحه كتكتب عليهم هنايا كيتكونترول هذا عندي انا صابرين كيتكونترول مره مره كنكونتروليه
لست في شي زبل عاد كنقادة. خديت ليها هذا. لا هذا ديال يلا بلاتي. هذا خديته داير 4 اورو، كاينه البنات ديال 18 اورو 16 اورو. المهم قلت لصابرين غناخذ لك هذا، بحال صابرين ما بغاتوش. من بعد ملي جيت الماجيكا شوب لقيت هي باغا في الكحل، عجبها واحد في الكحل. ملي جيت الماجيكا شوب لقيت هذا رخيص ب 5 اورو، صدقت خيداه ليها. قالت لي ماما باغا في الكحل، صافي من لقيتو ثمن مناسب صافي خديته ليها، وهذا غنعطيه للجنات. وهادشي اللي كاين مزيان. وهنا غنحبس معكم فيديو. بقاو لي الوزرات صابرين عندها، قالت لي غير جنات ناخذ ليها واحد جوج وزرات ان شاء الله غدا في العشيه نخرج. وهنا نحبس معكم فيديو وزيت عليكم. صلوا في يوسكم وانسوا دائما انني احبكم في الله ولله خديكم عليا قبل عليكم وتهلاو في يوسكم.